السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي اليوم محاضرتنا إن شاء الله، إن شاء الله راح أكون شوية سريعة بالمحاضرة لأنها تسجيل وليست مباشرة. وصلنا بالمحاضرة السابقة إلى نهاية الستيت ترانسفورم السوليوشن أوف ديفرنس إكويشنز. آخر موضوع في الـ state transform هو solution of difference equation. حتى نحل على difference equation تكون بها initial conditions، تكون بها initial conditions، فأني أتعامل ويا time shifted sequence. time shifted sequence خلي احط لكم القلم على مود تالت عمل ويا تايم شيفتد سيكونس. فالقانون مالتي طبعا انا اعرف انه الزد ترانسفورم للسيجنال عفوا السيكونس اللي تكون مجفتة اللي هي زد اوف واي اوف ان ناقص واحد هو سميشن من ان ايكول تو زيرو الى انفينيتي للواي اوف ان ناقص واحد في زد اس سالب ان. هذا القانون اللي عندي. فلو اجي اعوض هنا راح اجي اول شيء هنا اعوض الصفر، صفر ناقص واحد يكون ناقص واحد، زد اس صفر هنا يعني هاي هنا اكو زد اس صفر فيكون واحد زائد y of 0 زد اس سالب 1 زائد y of 1. دائما قلت لكم هذا يكون عكس هذا وهكذا. فنجي هنا حط الزد اس سالب 1 خاوج قوس وجمع ال y of 0 زائدا ال y of 1 زد اس سالب 1 وهكذا الى ان توصل الى هذا القانون. انه z of y of n ناقص 1 راح يساوي لنا initial condition y of سالب 1 تعطى بالسؤال او يقول لك الانيشال كونديشن 0. اذا 0 فهاي يعني يكون الحل بس هذا. كذلك z of y of n ناقص 2 ايضا summation من n تساوي 0 الى infinity ال y of n ناقص 2 z اس سالب n ايضا توصل الى هذه النتيجه اللي هي y of سالب 2 زائد y of سالب 1 في z اس سالب 1 زائد z اس سالب 2 y of z وهكذا. اذا هذا كله حتى يتوصل الى القانون اللي عندي assume the initial condition 0 فالناتج z of y of n ناقص m يعني هاي السيكونس اللي مشفته ب m السيكونس المشفته ب m تساوي زد اس سالب ام عدد التشفيت او الوقت التشفيت او التي مال التشفيت في واي اوف زد. اذا عندي ديفرنس ايكويشن اريد احلها اول شيء اطبق الزد ترانسفورم هاي الخطوه الاولى، بعدين احط الانيشال كونديشن، بعدين احلها بالزد ترانسفورم دوريان، وبعدين اخذ لها الانفيرس زد ترانسفورم مثل ما راح نشوف ان شاء الله بالامثله اللي راح ناخذها. أول إكزامبل يقول لي الدي اس بي اللي هو ديجيتال سيجنال بروسيسنج سيستم، هذا المعادلة مالته، هذا ريسكوايرد مثلا بهذه الديفرنس إيكويشن. فيقول لي ديتيرماين ذا سوليوشن، الانيشال كونديشن اللي منطيني اياها هو ايش قد؟ واي اوف سالب واحد حياتها تساوي واحد. اول شيء مثل ما قلنا نطبق الزد ترانسفورم على الطرفين، على الطرفين من الديفرنس ايكويشن. فاذا الطرف الاول y of z ناقص 0.5 y on ناقص واحد يعني هاي سيكونس مشفته ب واحد. اذا انا عندي initial condition اذا 0.5 ثابت افتح قوس اقول له y of سالب واحد initial condition زائد z اس سالب واحد في y of z. هاي منين جبناها؟ من القانون اللي العفو
قلنا اي سيكونس مشفته بعدد تساوي زد السالب هذا العدد في واي اوف زد السيكونس نفسه. فاذا زد السالب واحد واي اوف زد. نعم هسه صار عندي شنو؟ زين انيشال كونديشن ايش قد؟ واحد اعوضه واحد، طبعا انا طافين، اذا 5 زد اوف 0.2 ان واي اوف ان، يعني هذا شنو؟ الزد ترانسفورم لي هذا. هذا يعني اقصد الزد ترانسفورم. انيشال كونديشن اعوضها ب 1 راح تصير واي اوف زد ناقص 0.5 واحد زائد زد ناقص 1، ارتب بهم بحيث انه اخلي الواي اوف زد يكون في جهه والجهه الاخرى. هاي شوفوا منين جبناه؟ من الجدول اللي عندي مال زد ترانسفورم. 0.2 اس ان واي اوف ان هي عباره عن زد على زد ناقص ال 0.2 هاي. اضربها في الخمسه اللي هي عندي. فالواي اوف زد ناقص 0.5 زد اس ماينس 1 واي اوف زد يساوي 0.5 زائد، المهم جمعنا اللي بيها واي اوف زد نخليها في جهه والباقي كلها في جهه اخرى. اطلع الواي اوف زد خارج قوس راح يبقى لي هذا النتيجه، هذا على هذا. هذا شلون نحله؟ زين هسه شو اسوي اني؟ واي اوف زد هذا على هذا، هذا على هذا، فاذا 5.5 زد ناقص 0.1 على 1 ناقص 0.5 زد اس ماينس 1، وطبعا هذا ينزل بالمقام لانه هو هذا على، راح يساوي لي زد. هنا ايش سوى؟ اول شيء نحل هذا الخطوات اللي اخذناها سابقا اللي هي انه نريد نحل هذا بالبارشال فراكشن. ايش راح نسوي؟ اول شيء نضرب العفو، اول شيء نحول اليمينيتنج الزد اس سالب واحد بحيث تكون زد اس واحد، فهنا شنو؟ نضربها في شنو؟ نضربها في هي زد اس سالب واحد فنضربها في زد اس واحد. نضرب ونقسم. نضرب ونقسم، فاذا هنا هذا في زد على في زد على زد في زد على زد، هذا زد على زد. دخلت الزد هنا يصير زد ناقص 0.5 في زد ناقص هنا هاي العفو هذا زد على زد، فالزد صارت هنا على زد دخلت على هذا القوس، فهذا حيكون زد ناقص شنو؟ 0.5. هذا بقى نفسه زد دخلت بس على اول قوس، هي مو تتوزع تدخل على القوس الاول. زين اذا عندي انا هنا زد سالب واحد وزد سالب واحد، اذا راح بهالحاله صارت عندي اثنين، فاذا لازم اضرب في زد اس اثنين. زد اس اثنين وهكذا. هسه نجي اذا سوينا لها حولنا الاس السالب الى اس موجب بالضرب في زد على زد. هسه نجي بعدين نقسم على زد. فهاي الزد خلصنا من عندها، فهاي يصير واي اوف زد على زد يساوي 5.5 زد ناقص 0.1 على زد ناقص 0.1 في زد ناقص 0.2 اي على زائد بي على، وهاي نعرفها شو طلعناها من المحاضرات السابقه، راح يطلع لي اي قيمه وبي قيمه، اعوضها بالمعادله الاصليه اللي هي هاي واي اوف زد ارجعها الى اصلها واي اوف زد على زد طبعا ارجع، راح تكون هنا اي ايش قد صارت عندي 8.833 بي صارت سالب 3.33 هنا، وهاي شنو؟ هاي واي زد على زد، انا اريد اسويها بس واي زد، فاذا اضرب الزد على البسط يعني على كلا الطرفين. هاي من الجدول الانفيرس مالتي هذا يعتبر ثابت، هذا هو زد، اذا هذا شنو؟ اي من الجدول هذا الحل مالته A U of N، والأي هو شنو؟ هو هذا ثابت، إذا 0.5 اس N U N وناقص 0.2 اس N U N.
إذا هو حال بسيط ما بشيء، مجرد أنه تشفت السيجنال السيكونس من أقول y of n ناقص واحد يعني z ناقص واحد في y of z. إذا y of n ناقص اثنين راح أصير راح نشوف شلون راح نحلها إن شاء الله بالأمثلة الجاية. نأخذ مثال آخر اللي هو zero initial condition، يعني ما عندي y of سالب واحد، ما عندي y of سالب اثنين، ما عندي. إذا أكو عندي هنا difference equation مالتي هي شنو y of n زائد 0.1 y of n ناقص واحد. إذا أنا عندي سيكونس مشفته هنا وسيكونس مشفته ب 1 يساوي لي x of n زائد x of n ناقص 1 وأيضا هنا مشفته ب 1. فإذا راح أحسب الإمباس ريسبونس due to the إمباس سيكونس. إذا عندي إمباس سيكونس عندي هنا معطيني حالتين، الحالة الأولى الـ x of n راح تساوي لي s of n إمباس، والحالة الثانية هي يونت سكيب. أول شيء راح ناخذ الحالة الأخرى الأولى اللي هو الإمباس. Applying the Zeta transform راح أحلها إلى طرفين y of z أول وحدة. هسه هاي مشفتها ب 1، طبعا هذا ثابت أنزلها 0.1. هاي صارت y of z في قلنا z ناقص 1 ناقص 0.2 y of z z ناقص 2. مجرد أنه أني المقدار اللي شفتت به ويساوي x of z x of z ناقص 1. الآن نجي نعوض الإمباس بال x of z، راح تكون 1 زائد z السالب 1، أخذها خارج قوس 1 of 1، ونفس الشيء نسوي الطريقة على مود نحلها، نسوي هذا الزيت ترانسفورم، نجزئها مثل ما نعرف. أول شيء هنا عندي صارت عندي سالب واحد، صار عندي سالب. أول شيء أطلع y of z شو تساوي؟ أبقيها وحدها تساوي هذا على هذا. شوفوا البص على المقام، المقام ب أس واحد وب سالب اثنين. إذا أضرب في شنو؟ في z تربيع، أضرب في z تربيع. ليش؟ z أس اثنين حتى أخلص من هذا. أضرب في أعلى في أقل يعني z أس الموادف الى اللي موجود الاس الموجود بالمقام، يعني اذا عندي سالب 2 اضرب في زد تربيع على زد تربيع، اذا سالب 3 زد تكعيب على زد تكعيب وهكذا. اذا هسه عندي في زد تربيع على زد تربيع. الان نجي هذا اذا نضربها في زد تربيع راح يصير زد تربيع ضعوها زائدا زد. هاي شلون تصير؟ z تربيع زائد 0.1 عند الضرب تجمع الاسس تربيع ناقص 1 z ناقص 0.2 تصير z اس صفر فتكون 0.2 ويساوي. طلعنا z خارج قوس، سوينا لها تجزئه قوسين y of z على z، واحد ال z اللي عندي هنا وتساوي a و b، ونطلع ال a وال b بعدين نرجع ال z وناخذ لها ال z الجاز. بالحالة الثانية نفس الشيء، لكن ال x of n راح تساوي ال u of n، وال x of z هي z على z ناقص 1. نفس الشيء هنا نعوض هنا z على z ناقص 1 ونبسطها. إذا هاي الجهة أيضا هنا ناخذ عامل مشترك اللي هو زد على زد ناقص 1، ايش يبقى لي؟ 1 زائدا زد الفيروس. كذلك هذا راح نجيبه هنا واي اوف زد راح تساوي هذا على هذا. هنا أيضا نفس الشيء، ويعني مجرد تبسيط ونحلها بالطريقة السابقة نفسها، نحلها بالطريقة السابقة نفسها. هذا المثال ترك، هذا ترك. ننتقل على المثال اللي بعده. Find the system function h of z and unit sample response h of n of the system. اللي الديفرنس ايكويشن مالتي يريد هنا من h of z.
H of Z هي ايش تساوي لي؟ الإمباس ريسبونس يساوي الأوتبوت على الإنبوت، مو الإمباس ريسبونس عفوا، السيستم فانكشن، ترانسفير فانكشن، Y of Z هاي قانونها. إذا لازم شو نطلع؟ لازم نطلع ال Y of Z ونطلع ال X of Z. إذا نطبق ال transform على difference equation اللي عندي ال Y of N راح يصير Y of Z، هاي Y of Z يساوي نص، هاي مشفته Z سالب واحد Y of Z زائد 2X of Z. آخذ ال Y of Z هاوش قوس، شو هيبقى لي؟ واحد زين. هنا نسوي العفو، هنا نجمع اللي بيهم واي زد في طرف واحد، يعني جمعه وياه. فاذا صار هنا عندي واي اوف زد ناقص نص زد السالب واحد واي اوف زد يساوي 2x اوف زد 2 اوف 2x of z. الآن نجمع هاي نحطها خارج قوس، يبقى لي واحد ناقص نص z السالب واحد اللي هو هذا يساوي 2x of z. الإمباس ريسبونس عفوا السيستم فانكشن أو الترانسفير فانكشن هو y of z على x of z، فيساوي لي هسه نجي على y of z على x of z شو يساوي لي؟ يساوي لي 2 على هذا 1 ناقص نص z السالب 1. اذا هنا z عندي بول، اذا اخذت البول بالسيطره، البول اللي هو يكون بالمقام عندي بالz تساوي نص وبالz تساوي صفر، وال h of z مثل ما قلنا هرجل. هسه نريد نطلع الامبلس ريسبونس اللي هو ال h of m، شلون ناخذ له الانفيرس ترانسفير فانكشن؟ شلون ناخذ هذا؟ ما عندي بالجدول، ما عندي بالجدول واحد يقول لي انه اكو هيك ترانسفير فانكشن حتى اطلع من عندها الانفيرس. راح احاول اخلص من الاس السالب اضرب في شنو؟ زد اس واحد على زد اس واحد، فراح يساوي الاثنين زد على واحد ناقص نص، العفو زد 2 زد على زد في واحد زد ناقص نص زد أس سالب واحد في زد يصير زد أس صفر. إذا من الجدول نقدر نقول هذا 2 طبعا ثابت، هذا هو ترانسفير فانكشن اللي عندي U of M. إذا بس لازم ملاحظة أنه تنضرب في زد على زد، حتى تقولون هاي منين جت النتيجة؟ ضربناها في زد على زد. آخر مثال عندنا بهذا الموضوع، أنه أنا عندي أحسب لي الـ Y of Z، أيضاً هذا جداً بسيط وما بشي سهل يعني، منطيني initial condition Y of سالب واحد Y of سالب اثنين واثنيناتهم equal to 1. جدا مثال جميل وحلو ان شاء الله. اول شيء انا عندي هاي الترانسفير او العفو السيكونس او الديفرنس ايكويشن اللي عندي. اول شيء طبعا اطبق مثل ما قلنا الزد ترانسفورم، واي اوف ان زائد ترانسفورم مالها واي اوف زد زائد هذا مشفت بي واحد، مشفت بي واحد، واني في نفس الوقت ايش عندي؟ عندي انيشال كونديشن، عندي انيشال كونديشن. اذا اطلع خاوش قوس، هذا زد سالب واحد بقدر التشفيت واي اوف زد زائد هاي اللي هي شنو؟ انيشال كونديشن. ناقص هسه هذا واي اوف ان ناقص 2 راح يكون زد اس سالب 2 واي اوف زد زائد زد أس سالب واحد واي اوف سالب واحد زائد واي اوف هذا شنو؟ واي اوف سالب اثنين واي اوف سالب اثنين. وكذلك شنو؟ هسه شو حنسوي؟
أني إيش عندي؟ عندي الـ y of سالب واحد واحد العفو نعم. أيضا هسه شو هنسوي؟ راح نوزع ال النص والربع. y of z زائد واحد على 2 راح تنزل ال z بالمقام. y of z زائد هذا واحد فنص في واحد ايش قد؟ نص. ناقص واحد على 4 z تربيع y of z ناقص z سالب واحد y of سالب واحد. وهذا قلنا هذا واحد فإذا سالب واحد على 4 z ناقص هذا شنو؟ y of سالب 2 واللي ربع دخلت عليه وهي هذا طبعا واحد قلنا فإذا سالب ربع. أيضا نبسطه نحوله كل ال y of z نرتبه في مكان واحد ونجمع الثوابت نحولها إلى الطرف الآخر. ف y of z راح يصير عندي واحد زائد واحد على 2 z ناقص واحد على 4 z تربيع يساوي لي واحد. راح ننقل هذا هنا وننقل هذا هنا وكذلك النص، نص ناقص ربع نص راح ينقل هنا يصير سالب نص، فهنا هذا تنقل للطرف هذا يصير واحد على 4 زد ناقص نص ناقص ربع نص ناقص تجي من هنا فيصير ناقص نص. فالواي اوف زد شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي هذا على هذا. فهاي هي الواي اوف زد، هاي هي الواي اوف زد. إذا واحد بيسميكم يسألني زيادة هذا منين جاء؟ هذا منين جاء؟ هذا مجرد تبسيط مقامات، مجرد أخذت عامل مشترك 4 زد على 4 زد واحد ناقص 4 زد على 2 شو هيساوي 2 زد؟ 2 زد في واحد فواحد ناقص 2 زد، وكذلك هذا كله وحدت المقامات عامل مشترك وتعالي ضربته في واحد يعني سويته بسط مقام بسط مقام. هسه بهالحالة راح اقدر اطلع الانفيرس، اقدر اطلع بالحالة الاعتيادية. اول شيء انا عندي كلها موجبة فما راح يحتاج اضرب في زد على زد او زد تربيع على زد تربيع، مجرد اسوي واي اوف زد على زد راح تروح هاي الزد، بعدين اقول احطه الى قوسين واسوي اي على قوس زائد بي على قوس واطلع الاي والبي مثل الحالة السابقة، وبالتالي حطينا طلع لي القانون اللي رجعنا السيكونس بالانفيرس. يعني هو طالب ديتيرماين اذا انا كاتب بس واي اوف زد، اذا ودنا السيكونس نفسها فشو هنقول؟ اذا قلنا واي اوف ان فراح نطلع الانفيرس، لازم نطلع الانفيرس زد ترانسفورم. واحد بيكون يقول لي زين ست هذا منين جبتي القانون؟ زد اس سالب 2 واي اوف زد زائد زد اس سالب 1 زائد يعني هنا هاي كانه زد اس سالب زد اس. نرجع إلى بداية إلى قانون اللي بداية هي يعطي وينه؟ لا أقول قبله هي يعطي. إذا عندي بس وحدة initial condition فهذا يساوي y of سالب واحد زائد z أس ناقص واحد y of z. إذا عندي اثنين initial condition فراح يكون z n اس ناقص 2 عفوا n ناقص 2 يساوي y اوف سالب 2 زائد y اس سالب اوف سالب 1 في z اس ناقص 1 زائد z اس ناقص 2 y اوف z. هي القانون. اذا عندي هنا هذا قانون، اذا عندي initial condition m من ال initial condition فاذا y اوف سالب m y of سالب m زائد 1 نبدي زد اس سالب 1 هسه سالب m زائد 2 زد اس سالب 2 وهكذا الى ان نوصل الى هذا ال. اذا نبدي دائما initial condition من العدد اول واحد زائد y of سالب 1 زد اس سالب 1 زائد 1 نفس الشيء اخذناه بمثال اللي هاي الشابتر خلص ان شاء الله ما زال ترانسفورم. رح نبدي ان شاء الله بالشابتر الاخر اللي هو الماتريسيز.
اكيد سبق وان واخذتوا انتوا الماتريسيز الماتريكس هاي ان اوف ان، عدد تتكون من انتريز، عدد من الصفوف وعدد من الاعمده. عدد هي عبارة عن array، المصفوفة هي الماتريسيز هي عبارة عن array من الأرقام اللي بها بدانا مثلا عندي في n هاي هاي عندي عدد n من الصفوف و n من الأعمدة. أكيد ما عليكم وكل صف شلون أمثله، وكل صف كل عدد بالماتريكس هي تتكون من قلنا موقعها بالنسبة للصف والعمود. A11 يعني الصف الأول عمود الأول، A12 الصف الأول عمود الثاني، A1n يعني الصف الأول عمود n، وهكذا. هنا أنا عندي يعني الصف الثاني عمود الأول، الصف الثاني عمود الثاني. إذا عندي الام والان يعني عدد الصفوف والأعمدة بتساوي، فإذا هي تعتبر سكوير ماتريكس مصفوفة مربعة. هاي عندي أمثلة على الماتريسيز، شوفوا هاي مثلا هاي كم صف؟ هاي صفين وثلاث أعمدة، هاي ثلاث صفوف وثلاث أعمدة، هاي صفين وعمودين، هذا صف واحد، هذا عمود واحد، اللي تكون صف واحد وعمود واحد تسمى فيكتر، جاية من متجه. قلنا السكوير ماتريكس إذا تساوت العدد الصفوف والأعمدة. والفكتر اللي هو يتكون من عمود واحد او صف واحد. شلون نحل الايكويشنز؟ بعدين راح ناخذها ان شاء الله. بس بصوره عامه اذا عندي هاي اللينير ايكويشن مثلا 4x1 زائد 6x2 زائد 9x3 يساوي 6. فش راح يكون هذا 6x1 مثلا هاي شلون احولها الى مصفوفه؟ اسجل الارقام اعتبر هاي كل وحده بيهم هي صف. كل وحده كل 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 معادله هي صف. هذا يعتبر لينير سيستم، الحل مالته موجود، فاصفطها في مصفوفه اقول له 4 عفوا 4 6 5 هاي 6 بما انه هذا الاكس 2 ماله معامل فاذا صفر وسالب 8. هاي 9 سالب 2 1 العفو هاي صاير خط الخط مالت الطبع فوق. كذلك عندي هاي نقدر نسوي الماتريكس ونحط وياها السوليوشن هياته، نضيف له عمود ونحط به السوليوشن. هاي ان شاء الله راح نشوفها يسموه argumented matrix، argumented matrix يعني we argumented the matrix، يعني خليناها وياها السوليوشن مالها على مود نشوف ان شاء الله شلون راح نحلها بالطرق اللي عندي. فهاي شو تكون؟ اي
العفو، انقطع الانترنت ورجع ان شاء الله. نرجع الى نكمل الماتريسيز. الشاشة واضحة امامكم ان شاء الله. نعم، فقلنا ها ان شاء الله راح نعرف شلون نسوي الديفرنس، العفو اللينير ايكويشن، شلون نحلها بطريقة الماتريسيز. نعم، ناخذ بعض الافكار العامة اللي هو القطر. القطر مال المصفوفة هو هذا. القطر طبعا المصفوفة المربعة تكون هي بها يكون مثل هذا الحزام اللي بيه الوسط، هذا هو قطر المصفوفة. نعم، فالماتريسيز مثلا السايز 2 في 3، 3 في 3، 2 في 2، 1 في 3، هاي كلها اخذناها مثل ما قلنا الرو نمبر والكولوم نمبر. اذا الام والان متساويين مثل ما قلنا، يعني المربع المصفوفه تكون شنو؟ سكوير ماتريكس. اذا هذا هو شيء يسمونه قلنا مين دايجونال، مين دايجونال اوف اي، يعني القطر الرئيسي لي اي. فهنا هياته يعني. فن لو نرجع الى المصفوفات اللي بالمثال الاول او المجموعه الاكزامبلز اللي شفناها، راح نجي انه مثلا هنا الدايجونال، هنا الدايجونال، هنا ما يصير عندي دايجونال. شوفوا ماكو، بس المربعه هياتها هاي هاي وهكذا. العفو، فقط إذا عندي مثل ما قلنا الماتريكس اللي مربعة. فهنا أنا عندي مثلا هذا السايز تكون بها n في n، فتسمى ريكتانجل ماتريكس، يعني تكون هي مثل الماتريكس اللي مستطيلة. نعم، الفكتورز مثل هاي الفكتورز اللي هي يا أما واحد صف يا أما واحد كولوم. السكوير ماتريكس دي سيت تو بي دايجونال ماتريكس إذا الإليمنت، يعني يسموها مصفوفة قطرية diagonal matrix. diagonal matrix القطر مالها ما يساوي واحد، ما يساوي صفر، وكل عناصرها البقية صفر. طبعا هي مصفوفة مربعة، يعني شنو؟ يعني الان والان متساويين، يعني matrix n في n، 5 في 5، 6 في 6. زين، فهنا راح نلاحظ، شوفوا القطر مالها هو هذا ما يساوي صفر، وكل العناصر الباقية صفر. اذا نقول عليها دي اي جي، يعني رقم يعني شلون شلون نقول A11 A12، يعني رقم الصف والعمود اذا كانوا ما متساويين فتساوي صفر. هو القطر لازم هو القطر اصلا يكون الاي تساوي جي، هو هذا رمز القطر، انه الصف يساوي العمود، الصف يساوي العمود. اوردر 3 يعني الاوردر مالتها 3، لان هي 3 في 3، فالاوردر مالها ايش قد؟ 3. الماتريكس تسمى lower triangular matrix، lower triangular matrix يعني المثلث السفلي matrix، مثلثة سفلية. هاي لما يكون مالتها اللي فوق القطر صفارة، اللي فوق القطر صفارة. إذا جوا القطر صفارة فراح تسمى upper triangular matrix، يعني القيم مالتها هي موجودة في الجزء العلوي من القطر، والقطر هو لا يساوي صفر، لأن هي حالات من الدياجونال ماتريكس، هي حالات خاصة من الدياجونال ماتريكس. إذا الدياجونال ماتريكس القطر لها قيم، بينما بقية المصفوفة تكون صفارة. بينما عندي lower triangular
ماتريكس وعندي upper triangular matrix. اللور triangular matrix يعني اللي تكون فوق القطر المثلث العلوي هو صفارة، يعني قيمها فقط بالقطر والمثلث السفلي، بينما الأبر تريانجولار ماتريكس يعني قيمها فقط بالتريانجول، العفو، بالمثلث العلوي مع القطر عنده قيم. نعم، شكرا. تكون متساويين الماتريسيز لما كل قيمة من مثلا A و B، ماتريكس A ماتريكس B، شلون أقول عليهم متساويين؟ يعني لما هذا لازم يساوي 4 مثله، هذا يساوي 0، هذا يساوي A21 يساوي 3، يعني اثنيناتهم نفس القيم يحتوون. يعني مثلا هاي الماتريسيز كلها تكون مختلفة، 1 3 4 2، 4 2 1 3، 4 1 2 3، 1 3 0، 4 2 0، هاي كلها ما تعتبر equal matrices. عملية جمع وطرح المصفوفات كلش بسيطة. أنا عندي مصفوفتين، أجمع كل قيمة من كل قيمة. يعني عندي مصفوفة مثلا هسه هاي، أريد أجمع هاي المصفوفة مثلا، العفو، أريد أجمع هاي المصفوفة ويا هاي، أقول 1 + 4، يعني المصفوفة الجديدة مثلا أعطيها سي، راح تساوي لي 1 + 4 = 5، 3 + 2 = 5، 4 + 1 = 5، طلعت لي كلها 5. المهم يعني هاي هي عملية الجمع وكذلك الطرح. عملية الجمع تسمى بها واحدة من الخصائص مالتها كوميوتيتيف لو، يعني قانون كوميوتيتيف، يعني انه اذا قلت مصفوفة اولى زائد المصفوفة الثانية نفس الشيء لو قلت المصفوفة الثانية زائد المصفوفة الاولى، اي زائد بي يساوي بي زائد اي. من اقول هنا اي والبي اقصد بها مصفوفات، أقصد بها مصفوفات. إذا عندي 3 مصفوفات ممكن أجمع أول 2 وأجمعها مع الثالثة، أو أجمع الثانية والثالثة وبعدين أجمعها ويا الأولى، فهاي يسموها associative law. associative law. فإذا القانون أو الديفينيشن اللي عندي أنه الـ sum of two matrices A تساوي AJK والB تساوي BJK، يعني دارمسها، يعني هي من أقول هي شيء، العفو، من أقول A تساوي هاي المصفوفة، تساوي عبارة عن مصفوفة من A J K، يعني J والK، J للصف أرمز وK للعمود، والB إذا هي the same size فإذا راح أقول A زائد B كوربسبو، مثل ما قلنا هذا العنصر من هذا العنصر. ملاحظة مهمة، matrices of different sizes cannot be added، المصفوفات اللي تكون أحجام مختلفة ما ممكن أنه نجمعها، ما ممكن انه نجمعها. وبعطيكم مثال، شوفوا هذا -4 + 5 = 1 6 - 1 = 5، جمع عادي، 3 + 0 = 3 0 + 3 = 1 2 2. هذا اذا عايز اجمع فيكتورز، هاي A وهاي B، 5 - 6 - 1، 7 + 2 = 9، 2 + 0 = 2. الآن نجي إلى المالتيبليكيشن أو تسمى scalar multiplication، اللي هي أنه أنا شنو عند أضرب scalar بالمصفوفة. scalar أقصد بأي number، أي رقم، مو مصفوفة بمصفوفة، لا، scalar multiplication يعني scalar في مصفوفة. إذا أكو عندي هذا scalar، العفو scalar هذا number C، ف C A فيكون يدخل على كل رقم بي المصفوفة. يعني إذا عندي هذا الـ A 2.7 - 1.8، فالماينس A مالته يعني سالب، ممكن أدخله يعني سالب 1، كأنه سالب 1 أضربها فيصير سالب، هذا يصير موجب، هذا 0 طبعا، هذا يصير سالب، هذا يصير سالب، وهذا 4.5. إذا أضرب 10 على 9 في هذا، ف راح يطلع لي هذا، أضرب 10 على 9 في كل عنصر من المصفوفة. إذا أضرب 0 في المصفوفة، طبعاً راح تصفى كل المصفوفة، راح مرحباً. السلام عليكم. السلام، أول شيء أنا من 8:30 قلت لكم المحاضرة، صح لو غلط؟
نعم، فمثل ما قلنا أنه من أضرب المصفوفة بالسكيلر راح أدخل الرقم على هاي المصفوفة، مجرد أدخلها على كل عنصر بالمصفوفة. بعض القوانين مثل ما قلنا هي تعتبر كموتيتيف، بحيث أنه أنا من أجمع A و B هي نفسها B زائد A، كذلك ممكن أجمع A و B زائد C، ممكن أجمع A و B تالي زائد C، ممكن أجمع A زائد B زائد C. إذا أضرب صفر، عفوا، إذا أجمع صفر مع A يطلع الناتج A، إذا أسوي A زائد سالب A طبعا الناتج صفر. مثل ما قلنا بحسب القانون الثلاثة، ها طبعا إذا نضربها في مثلا سي كي، شوفوا هالهاي، هاي العفو ثالث واحد، سي في كي اي ثوابت كلها تعتبر نفس الشيء، تطلع سي كي اي واحد في اي اي. هسه راح نجي إلى ضرب المصفوفات، مثل ما قلنا هاي كوميوتيتيف وأسوشيتيف. ضرب المصفوفات راح اعطيكم اياها بصوره بسيطه، هي عباره عن شنو؟ اذا اضرب مصفوفتين طبعا مختلفة الحجم، اذا ضربت هسه هاي ان تساوي ايش قد؟ ثلاثه. عدد عدد الصفوف ايش قد؟ عفوا، عدد الاعمده ايش قد؟ ان. عدد الصفوف اربعه. عدد الاعمده هنا ايش قد؟ اثنين. عدد الصفوف ثلاثه. عدد الاعمده اثنين. عدد الصفوف اربعه. اذا من اضرب هنا اربعه في ثلاثه وأضرب 3 في 2 واحد، كأنه أسوي أوماتينج، حذف للأعمدة اللي عندي، العفو لل، يعني شلون أقول لكم هسه هاي مو 4 في 3. في دا أضرب اللي هي 3 في 2. هاي لاحظها، هاي كأنه توح، الناتج يكون شنو؟ أربعة في اثنين. فإذا لازم هذا عدد الأعمدة مال المصفوفة يساوي عدد الأعمدة مال المصفوفة الأخرى، عدد الأعمدة مال هاي المصفوفة يساوي عدد الصفوف مال المصفوفة الثانية. هسه مثلا أنا أريد أضرب هذا، هاي المصفوفة في هاي، أول شيء هاي 3 في 3 وهاي 3 في 4، إذا إيش عندي؟ 3 في 3 3 في 4، المفروض رأس الناتج إيش قد يكون؟ 3 في 4، كأنه هاي وهاي تروح. فإذا نضرب مجموع عملية ضرب كل صف بكل عمود، يعني 3 في 2 زائد 5 في 5 زائد سالب 1 في 9، ايش قد يطلع؟ 6 زائد 25 31 ناقص 9 22، طلعنا العنصر الاول. هسه 5 في سالب 2 زائد صف، العفو، قلنا كل صف في كل عمود. هسه راح نجي 4 في 2 زائد 0 في سالب 2 زائد 2 في، وهكذا. إذا كل عنصر هو شيء قابلة عملية ضرب، الجمع حاصل جمع ضرب كل صف بكل عمود من كل مصفوفة. واضحة إن شاء الله هاي؟ وتطلع عندنا مصفوفة جديدة. بس إحنا إيش سوينا؟ ضربنا 3 في 2 زائد 5 في 5 زائد سالب 1 في 9، طلعت هاي. هسه 3 في سالب 2 زائد 5 في 0 زائد سالب 1 في سالب 4 يطلع هاي. هسه سالب 1 في 3، العفو، 3 في 3 زائد 5 في 7 ناقص 1 في 1، ايش قد يطلع؟ 43. العفو، ايضا نجي 3 في 1 زائد 5 في 8 زائد سالب 1 في 1، ايش قد يطلع؟ 42، وهكذا. شوفوا كل صف نضربه في كل عمود مجموعه نكتبه، كل صف في كل عمود
على الصف الأول، العفو خلصت من الصف الأول، الصف الثاني في كل عمود مسطرة، وهكذا. هاي هي عملية الضرب. كذلك إذا سوينا نريد نضرب الماتريكس في فيكتور، نريد نضرب الماتريكس في فيكتور. واحد نجينا له 4 2 1 8 3 5. إذا أول شيء أنا أشيك الصفوف الأعمدة، لازم الأعمدة عدد الأعمدة مال المصفوفة الأولى يساوي عدد عدد الصفوف للمصفوفة الثانية بدي أضربها. هنا عدد الأعمدة إيش قد؟ 2. عدد الصفوف 2، إذا مضبوط. إذا 4 في 3 زائد 2 في 5 هيات 1 في 3 زائد 8 في 5 تطلع هيجي. هسه هاي ايش قد عدد الصفوف؟ 2. ايش قد عدد الأعمدة؟ 2 ب2. بس هاي ما نقدر نضربها، هاي غير معرفة. إذا من أقول A و B، A في B يطلع ناتج، لكن البي في A هو غير معرف، هو غير معرف. لو نجي هنا هسه هاي، هاي قلنا A وهاي قلنا B. إذا نريد نضرب B A، إذا نريد نضرب B A، هنا ايش قد عدد الصفوف؟ 3 في 4. هنا ايش قد عدد الصفوف الاعمده، ايش قد عدد الاعمده، العفو الصفوف، هنا اعمده 4 وهنا الصفوف 3، اذا مختلفات. اذا بي في اي هي undefined، بس اي في بي هي defined. هي كاتبين هي مو مثل الجمع، الجمع كنا نقول اي زائد بي، كنا نقول اي زائد بي يساوي شنو كوميوتيتيف قلنا؟ بي زائد اي، يعني ممكن اعوضهم، لكن بالضبط اي بي ما تساوي بي اي. لو نجي نضرب هاي، 1 في سالب 1 زائد 1 في 1 0، 1 في 1 ناقص أيضا 0، سالب 100 في سالب 1 سالب 100 زائد 100 في 1 أيضا 0، فهاي طلعت. بس لو نعكسها راح تطلع غير نتيجة، مو إلا تكون undefined حسب الأعمدة والصفوف، لكن النتيجة تختلف. فإذا هي هاي شنو تعتبر غير not commutative. من عندي اي بي تساوي كلها صفارة، مو معناتها انه اي هي صفر او بي صفر. شوفوا هسه هاي طلعت النتيجة اللي هي هاي اي بي، مو طلعت كلها صفر، هي بس لا اي ولا بي هي صفارة، فاذا مو بالضرورة انه تكون صفر. البروبرتيز مال ماتريكس مالتيبليكيشن، اخذنا ال بروبرتيز مال الجمع. هسه نشوف اذا نضرب بسكيلر عادي، السكيلر يتوزع على ال كي، هذا يعني هذا اني نمبر، اني نمبر كي اي في بي يساوي كي اي بي، نفس الشيء اي بي سي. طبعا هنا ممكن يكون اي بي سي، بس شنو بشرط نفس التسلسل. اي زائد بي سي يساوي ممكن السي هنا المصفوفه هاي اوزعها، السي ايضا ممكن هنا تدخل. المهم ما يتغير الاوردر مالت الاي والبي والسي، فاذا نقدر نقول عليها هي اسوشيتيف لو، لان دخلنا هنا بالاي والبي، وهنا هذول تعتبر شيء يسموها ديستريبيوتيف لو، قوانين التوزيع ديستريبيوتيف لو. الآن أمثلة على ال products column wise، يعني باتجاه عقرب ال column wise باتجاه العمود. هنا
إذا عندي الإعداد هو على الإكزامبل، نعم. إذا عندي الإكزامبل مالتي أي جي كي هو 3 في 3، والبي جي كي 3 في 4، إذا أقدر أضرب؟ نعم أقدر أضرب. فالأي والبي وأسأل مثل ما قلنا يكون 3 في 4. زين، إذا قلنا الأي 1 مثلا 3 5 سالب 1، والأي 2 4 0 2، فشلون نسوي عملية البرودكت؟ راح نضرب أي بي، يعني نريد أن شلون نحصل من ال verify for، يعني القانون التوزيع شلون نسوي التوزيع. فإذا أنا عندي أي والبي هنا، فدخلت الأي على كل عنصر مثلا مالتها. زين، إذا أريد أضرب أي بي هياتها، إيش قد عندي هذا الصفوف؟ إيش قد العمدة مال هذا؟ إيش قد؟ اثنين. والصفوف مال هذا إيش قد؟ أيضا اثنين. فإذا هذا يروحون، فيبقى لي 2 في 3. هسه هذا من أريد أضربه أيضا 4 في 3 زائد 1 في سالب 1. هاي كلها أمثلة عملية الضرب مال الفكتورز. أهم شيء يكون مثل ما قلنا عدد الأعمدة مال المصفوفة الأولى يساوي عدد الصفوف مال المصفوفة الثانية. راح نجي إلى موضوع اللينير ترانسفورميشن. موضوع لينير ترانسفورميشن، اللينير ترانسفورميشن اللي هو عملية تسقيط، كأنه دا أسقط، عملية تسقيط أو تسمى ترانسفورميشن أو أوبريتر of X إلى Y. شو كنا نسقط إن زد بلين إلى S بلين، زد ترانسفورم نسويها سيكونس تايم دومين. إذا عملية تسقيط، هي عملية تسقيط. إذا such a mapping فراح نقول عليها مثلا F، راح نمزلها F. فإذا الفكتر Y أكو عندي فكتر، هذا هو فكتر، وعندي X تعتبر تسمى image of X مثلا under F. فإذا إيش أقول؟ F of X مثلا ال image of X under F. هاي مجرد دايد أصل للقانون. فإذا ال F هاي اللي هي عملية تسقيط لل X أو ال image of X، راح أسميها linear mapping أو linear transformation. يعني F of V، وإذا صارت عندي V و X يعني اثنيناتهم vectors، فال F of V زائد X يساوي تسقيط لل F زائد تسقيط لل X. كذلك إذا ضربناها بسكيلا راح يطلع ثابت برا ويكون عملية تسقيط لل X. إذا أنا عملية دا أسوي تسقيط أو transformation لل space اللي عندي R of N إلى space جديد هو R of M. هاي for the matrix اللي هو يكون N في M. فإذا عملية تسقيط الماتريكس اللي هي إن شاء الله هاي حتفيدنا بحلول الإكويشنز، نعم. فإذا إذا عندي X of، إذا عندي X مالتي R of N وال Y R M، زين، فإذا عندي المصفوف، فال Y شو راح تساوي لي؟ A X. فهي هاي عملية L، سوينا تسقيط من ال Rx ال Rn إلى ال Rm. هاي ال Rm هذا ال space مالتي ال Rm ضربناها في ال A، فصار عندي تسقيط ل ال X. أيضا ممكن نوزعها مثل ما قلنا، لأن عملية ال transformation هي linear، عملية ال transformation هي linear. مثل ما قلنا باعوها، هي تستفيد بحال ال linear equation، بحال linear equation. مثلا هسه عندي هذا، هاي الاكويشن اقدر شلون اكتبها؟ 2 3 سالب 5 4 y1 y2 هاي الجهه تساوي 2 سالب 5 3 4، وهنا اضربها x1. يعني لو ارجع هنا اضربها كصفوف واعمده، 2 في x1 ناقص 5 x2 3 x1 زائد 4 x، فهي هاي وجعت لي القانون. فإذا عملية تسقيط، دا سقط من ال Y إلى ال X إلى ال Y، دا سقط X إلى ال Y. طبعا إذا عندي سكوير ماتريكس فيقول التسقيط من Rn إلى Rn. فالمالتيبليكيشن from the left، هنا إيش عندي؟
الانفيرس ترانسفورميشن، لاحظوها الانفيرس ترانسفورميشن، اريد اطلع الاكس راح تكون هي عباره عن انفيرس الماتريكس في ال واي، انفيرس الماتريكس في ال واي. هاي مثل ما هنا راح نجي نحاول نثبتها لهاي الحاله. عندي هاي ال equation. ايضا اقول اجمع الواي 1 الوايات، اذا هاي واي 1 واي 2، اي اكس تساوي لي اي 1 1 اي 1 2 اي 2 1 اي 2 2 في اكس 1 اكس 2 يساوي، لو نرجع هاي نرجعها مثل ما هنا هاي المصفوفه. كذلك هاي اذا عندي الاكس كوردينيت سيستم دا احولها الى واي كوردينيت سيستم ان ذا بلين. طبعا اذا الاكس اريد اسوي لها علاقتها بالدبليو، يعني علاقتها بالدبليو كوردينيت سيستم دبليو 1 دبليو 2، فاقول اكس 1 اكس 2 يساوي لي بي دبليو ويساوي لي بي 1 بي 1 2 بي 2 1 بي 2 2 دبليو 1 دبليو 1 دبليو 2 العفو، وترجع نفس الشيء هنا بدلالة، يعني اسويها بدلالة الدبليو. زين اذا اريد علاقة الواي 1 واي 2 بالدبليو 1 والدبليو 2 دبليو 1 ودبليو 2، ايضا اقول انا هسه سويت اكس بدلالة الدبليو، هسه اريد اسوي واي بدلالة الدبليو، اريد اسوي واي بدلالة ال W، فشو راح أقول؟ Y تساوي C W، راح أقول C 1 1 C 1 2 C 2 1 C 2 2 في W 1 W 2، وأيضا لما أفتحها أو عفوا أجري عملية الضرب راح تطلع لي ترجع هنا المعادلات. راح نرجع إلى ال Y 1 وال Y 2، راح نرجع هاي طبعا هنا Y، طبعا هاي هي Y. كأنه راح نرجع الى الواي 1 اللي هي اي 1، احنا ايش قلنا لو نرجع هنا هاي مو قلنا هي اي 1 1 اكس 1. زين هسه نريدها احنا نسويها بذات الدبليو، نريد الواي بدلالة الدبليو، احنا سويناها هنا هاي، هسه نريد نرجع على المعادلة الأصلية، فالواي 1 هذا شو يساوي؟ اي 1 1 اكس 1، زين الاكس 1 من ناش سوالي بي 1 1 دبليو 1 زائد بي 1 2 دبليو 2 زائد اي 1 2 اكس 2، الاكس 2 من هنا ايضا بي 2 1 دبليو 1 زائد ويساوي، طلعنا الثوابت اللي جوا، العفو طلعنا الثوابت واحد، فتبقى على مود دالة الدبليو، تبقى دالة الدبليو. زين الواي 2 نفس الشيء، نرجع على المعادلة أيضا، اي 2 1 هاي الواي 2، اي 2 1 اكس 1 أيضا الاكس 1 هي هذه نعوضها، إذا اي 2 1 في بي 1 1 دبليو 1 زائد بي 1 2 دبليو 2 زائد اي 2 2 اكس 2، فشو حيسوي؟ B21 W1 زائد B22 W2، هاي هي Y1 وال Y2. لو نجي هنا نعوض عن ال B11 W1 جمعنا الثوابت مثل ما قلنا، إذا هسه هاي لو أرمزلها C11 وهاي أرمزلها C12 واي ارمز لها سي 2 1 هاي نسوي يكتب هذا شوي اي، وهاي ارمز لها سي 1 2 وهاي سي 2 1 هاي سي 2 2، فراح اقول راح ترجع الواي 1 يساوي لي اي 1 ترجع سي 1 1 دبليو 1 سي 2 2 زائدا سي 1 2 دبليو 2، اثبتنا اول واحد وكذلك الواي 2. إذا هذا دا يحقق مجرد إثبات، دا يقول لي إنه C تساوي A B، هذا يسموه motivate، إنه motivation للماتريكس، تحقيق للماتريكس multiplication.
هاي عملية الضرب مع المصفوفات، لازم نتأكد عدد الأعمدة وعدد الصفوف. لازم عدد الأعمدة للمصفوفة الأولى تساوي عدد الصفوف للمصفوفة الثانية. الترانسبوس، ترانسبوس كل صف أقلبه عمود، هذا الملخص مالته، كل صف أقلبه عمود، هذا هو الترانسبوس، كل صف أقلبه إلى عمود. هاي الترانسبوس. أيضا هاي البروبرتيز مالتها، أي هاي اي تي كل تي. فاذا ترجع على الاصل، اذا اخذنا ترانسبوز للترانسبوز فهي ترجع لهاي. الترانسبوز يتوزع على المصفوفتين الجمع، هنا اذا ضربناها في ثابت، الثابت طبعا يطلع خارج قوس. هنا اي بي اس تي يعني ترانسبوز يساوي ترانسبوز للبي في ترانسبوز للاي، فترجع المصفوفه في حاله نفسها. نريد مثلا هسه ناخذ بعض الامثله. transposition اي تساوي 5 4، اريد اسوي لها ترانسبوز شلون؟ اقلب كل صف الى عمود. فاذا هسه الصف هذا 5 سالب 8 1، شو يصير؟ عمود. 4 0 0 صار عمود، كلش سهله الترانسبوز. هسه نجي هذا 5 سالب 8 1، اسوي لها ترانسبوز 5 سالب 8 1 مع صفر صفر، هذا بالعكس 3 8 1 صفر سالب 1 كل صف عمود وكل عمود صف، والفكتور كذلك، الفكتور الصفي الصف يكون يصير عمود والعمود يكون صف. سبيشال ماتريكس يعني اكو عندي بعض الماتريسيز اللي هي سبيشال، اللي هي السيمتريك وسكيو سيمتريك ماتريسيز. هاي تعتبر واحدة من الـ important useful classes، important classes ب نعم هاي تعتبر useful classes عندي كلش مهمة. هاي النوعين من الـ special matrices. فهنا ايش عندي؟ إذا الـ transpose مال الماتريس تساوي الماتريس نفسها هاي تسمى symmetric، إذا تساوي السالب مال الماتريكس فتسمى سكيو سيمتريك. هاي هي تعتبر سبيشال ماتريسيز، حالتين عندي اللي هي سيمتريك وسكيو سيمتريك. فإذا هنا لو أجي هاي السيمتريك أقول لك اثبت هاي الماتريكس هل هي سيمتريك أو سكيو سيمتريك، راح نحول كل صف ناخذ لها ترانسبوز، هي هاي ناخذ لها ترانسبوز راح نحول كل صف إلى عمود. إذا 20 120 200 نصفطها 20 120 200 120 10 150 120 10 150 200 150 30 أيضا إذا طلعت نفسها. هاي لو أصفطها بالعكس راح ترجع لي نفسها بس تكون سالب مالتها. يعني لو نجي هاي نشوفها نقلب هسه كل صف إلى عمود أو كل عمود إلى صف نفس الشيء. هسه الصف الأول نسوي صفر سالب واحد ثلاثة، العفو سالب واحد إي ثلاثة، لا أنا ليش عكست الإشارة وغلطت، العفو هسه صفر واحد سالب ثلاثة سالب واحد صفر سالب اثنين ثلاثة اثنين صح لو غلط صحيح. هسه راح نجي لو ألاحظ أقارن هاي، هاي شنو هاي بي ترانسبوز، نعم هسه صفر سالب واحد ثلاثة صفر واحد سالب ثلاثة زين سالب واحد صفر سالب اثنين طلعت لي سالب ثلاثة سالب اثنين، إذا نفس القيم لكن الإشارة متغيرة، إذا سالب المصفوفة نفسها، إذا أقدر أقول عليها سكيو متريك، سكيو متريك نعم. هاي هي حالتين سبيشال، هاي طرقنا إلها، قلنا هنا أبر ولور تراينجل ماتريسيز. عندي هنا هذا قلنا إذا المثلث العلوي الفوق القطر بقيم فهي تسمى upper، وإذا المثلث السفلي هو اللي بالقيم فتسمى lower. هسه هذا مثلا هاي lower، شوفوا هذا القطر وهذا المثلث، هذا
هذا المثلث. دايجونال قلنا ماتريكس هي تكون الماتريكس مالها كلها تكون that can have only on the main diagonal، يعني بس القطر الرئيسي اللي يكون هو بي قيم والباقية شنو أصفارة. يعني كل خلية أو كل element فوق القوس، عفوا فوق القوس أو تحته راح تكون هي شنو صفر. زين إذا كل الانتريز للدياجونال ماتريكس هي متساوية فإذا تعتبر الاس هي سكيلر ماتريكس. ليش؟ لأنه لو ضربنا أي سكوير ماتريكس بنفس الحجم ويا الاس فراح تكون the same effect as the multiplication by scalar. إذا بصورة عامة السكيلر ماتريكس الانتريز مالها على المين دايجونال تكون ماتريكس. هنا قلنا إذا متساوين المين دايجونال، احنا قلنا المين دايجونال هي مثلا هنا عندي 5 6 7 والبقيه شنو اصفاره. المهم هذا هو المين دايجونال. اذا يكون متساوي فكانه اني من دا اضرب هاي المصفوفه اسميها اس مثلا. اذا مثلا هاي 2 2 2 او 3 3 3 يعني المين دايجونال هو نفسه يعني ارقامه نفسها، فكانه اني من اضرب هذا الاس اي مصفوفه اخرى راح تكون كانه دا اضرب بي سكيلر، كانه دا اضرب في فشي ثابت. اذا هذا كله كان بس واحد 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 فهاي تسمى يونت ماتريكس. يونت ماتريكس هي حاله خاصه، يعني هي ايضا سكيلر ماتريكس اللي هي حاله من الدياجونال ماتريكس، فلازم السكيلر مالها يكون العفو تسمى يونت ماتريكس. يونت ماتريكس او ايدنتيتي ماتريكس او ايدنتيتي ماتريكس ايدنتيتي ماتريكس نمثلها اي. فاذا اي في اي تساوي اي في اي وتساوي لي اي، هذا هو القانون. والاي قلنا شنو يونت ماتريكس، يونت ماتريكس اللي موجوده على المين العفو اللي موجودة على المين دياجونال هو واحد والبقية شنو أصفارة، البقية أصفارة. هاي الأمثلة اللي عندي باعوها. شوفوا هذا أول شيء، هذا شنو، هذا سكيلر ماتريكس، هي كلها تسمى كلها هاي كلها دياجونال ماتريكس. كلها دياجونال ماتريكس. هاي ايش تسمى سكيلر ماتريكس. هاي لا عفوا هاي لا مو سكيلر، هاي دياجونال. دياجونال بعض الحالات الخاصة منها اذا كانت متساوية هاي القيم مال مين دياجونال فهو هذا تعتبر هاي سكيلر. هاي واحدات اذا هاي يونت، هاي يونت. بعض المصطلحات عندي او بعض العمليات اللي راح نجويها ان شاء الله على الماتريكس. اول شيء عندي principal diagonal and trace، principal diagonal and trace. نعم اول شيء شلون اطلع diagonal العفو ال diagonal، واذا عندي مصفوفة هي square matrix فاذا الجمع او القطر اللي يحتوي على الاليمنتس لا منزل طبعا هي شو القطر، احنا مثل ما قلنا الصف يساوي العمود قيمة الصف، يعني الصف الاول عمود الاول، صف ثاني عمود ثاني، صف ثالث عمود ثالث. يعني شنو الدياجونال هنا ده؟ يعني مثلا هسه هذا اي 1 1 اي 2 2 اي 3 3 يعني شنو؟ يعني الاي تساوي لي ال جي. فاذا التريس التريس مال المصفوفه حاصل جمع القطر الرئيسي الها المين دايجونال. اذا راح اقول 1 زائد سالب 3 زائد 6 طلعنا التريس، تريس مال ال دايجونال. ديتيرمينانت حتى احسب الديتيرمينانت اللي هي شكلها مثل المطلق. زين
لازم ألقى فد عنصر أنا أسميه we associate a new determinant of order. طبعا أخذ عنصر أحذف كل الصف والعمود مالته حتى أطلع ال minor of l elements. minor of elements. هنا لما نجي ال minor of 5 هذا الخمسة. أطلع ال minor of 5 أحط إيدي هنا أحذف كل الصف والعمود مالته. شو راح يبقى؟ العفو هذا ال هنمسحه. نعم هذا هذا امسحه الصف والعمود اللي هو واقع بي. شو راح يبقى لي؟ 2 سالب 1 3 1 0 2 4 2 1 ويساوي لي مينيمم 3 العفو من يعني يساوي لي 23. بعدين ان شاء الله نعرف شلون نطلعها. كو فاكتور كو فاكتور يعني اذا انا اضرب الماينر اوف مثلا هاي الخمسه باي سالب 1 اس جي زائد كي يعني اي اوف 1 1 اضربها في سالب 1 اس 1 زائد 1 فإذا الناتج ماله هو شنو؟ كوفاكتور اوف اتس denoted by a j k. فإذا هنا إذا element 5 تساوي لي سالب 1 اس زين سالب 1 ثابت اس زين الخمسة وين واقعة؟ صف الثاني عمود الثالث. إذا الاي ايش قد؟ 2 وجي 3 فإذا 2 زائد 3 5 اذا سالب 1 اس 5 راح نضربها في هذا ال مصفوفه راح ندخلها على هاي ال مصفوفه. اذا الديتيرمينت العفو الديتيرمينت اوف a هو حاصل حاصل جمع a j k في a j k. طبعا هاي هنا a k تساوي 1 هذا الواحد نازل جوا بالطباعه. نعم المهم راح ناخذ اكزامبل راح شويه يكون طريقته اوضح من هاي الحاله. عندي مصفوفه هاي 1 3 2 4 5 7 2 4 8 او ايش احسب له؟ او احسب له ديتيرمينانت. هذا هو رمز الديتيرمينانت هذا هو الاي او مطلق الاي نفسها. زين اول شيء انا اريد الواحد الواحد اطلعه برا اعتبره هو الكوفاكتور مثلا هو كوفاكتور واجمعه فيه أحذف قلنا الصف والعمود شو هيبقى لي؟ 5 7 4 8 ناقص طبعا هاي لازم الإشارة موجبة سالبة موجبة سالبة هو هيجي يعني هو ما كنا أنا عندي سالب بس هو لازم يكون موجب سالب موجب سالب موجب سالب. أنا أتوقع أنتم الماتسيز ماخذيها أكيد يعني طبعا. فكذلك هسه نجي على 3 أيضا نحذف الصف مالتها والعمود شو هيبقى لي؟ 4 7 2 8 راح نرجع على 2 نحذف الصف والعمود شو يبقى لي؟ 4 5 2 4 هذا شنو؟ هذا كلش سهل مالته الحال 5 في 8 40 ناقص 4 في 7 28 في 1 اذا هذا 28 ناقص 4 في 8 32 ناقص 7 في 2 14 اذا شو يبقى 18 في 3 54 زائد 4 في 4 16 ناقص 5 في 2 10 زائد 2 يعني ايش قد عندي؟ عفوا 16 ناقص 10 6 في 2 12 ف 28 زائد 12 لحظة أكو خطأ عندنا 5 في 8 40 ناقص 28 لا هذا غلط نعم 40 ناقص 28 12 العفو 40 ناقص 28 إي نعم 12 في 1 12 ناقص 4 في 8 32 32 ناقص 14
فهو 18 في 4 18، العفو في 3 54 مضبوط. 4 في 4 16 ناقص 2 في 5 10 في 2 12. إذا هسه شنو عندي صار؟ 24 12 زائد 12 24 ناقص 54 ويساوي ليش قلت؟ سالب 30 اللي هو هذا الناتج. هسه هذا بالنسبة لي الديتيرمينت، هذا الديتيرمينت مجرد ناخذ العنصر الأول ونحذف الصف والعمود مالته واللي يبقى نحطه كمصفوفة، ناقص طبعا لازم نبدل إشارة، عنصر ثاني واللي يبقى وهكذا. هسه راح نجي إلى مصطلح أو العملية الأخرى على الماتريكس اللي هي ال adjoint. ال adjoint إذا هنا أنا عندي، هنا أنا عندي ماتريكس 3 في 3، أقدر أسوي كوفاكتر من هالماتريكس، أقدر أسوي كوفاكتورز لهاي الماتريكس. فهنا لازم نغير الإشارة، هسه راح نشوفها. فإذا هاي هي كوفاكتور مال A11، هذا كوفاكتور مال A12، A13 وهكذا. إذا تالي آخذ للكوفاكتور هاي شنو؟ CT. فإذا هذا هو شنو؟ الأدجوينت أوف A. يعني آخذ الكوفاكتور وبعدين آخذ له ترانسبوز، فهي تكون أدجوينت لـ LA. العفو بس أتأكد من التسجيل. نعم. فعندي هذا المثال جدا حلو أيضا. 2 3 5 4 1 6 1 4 0 يقول لي جي الجويد. أول شيء أطلع الكوفاكتر. شو أطلع الكوفاكتر؟ مثل ما تعلمنا سابقا، مثل ما تعلمنا سابقا قبل الجويد كان شو نطلع ال كنا نجمع الكوفاكتورز الديتيرمينانت، نطلع الكوفاكتر ونجمعها. هنا لا، هنا نسوي مصفوفة من الكوفاكتورز وبعدين ناخذ لها ترانسبوز، بعدين ناخذ لها الترانسبوز. اذا 2 3 5 4 1 6 1 4 0. ايضا ايش اسوي هسه؟ اول شيء احذف السطر والعمود، ايش بقى لي؟ 1 6 4 0 ناقص. هسه احذف السطر والعمود، ايش بقى لي؟ 4 6 1 0. بعدين هسه بقى لي 4 1 1 4. هاي خلصت اول صف، باعوا الاشاره توقف تقلب موجب سالب موجب. هسه الصف الثاني بالعكس يبدي بالسالب، اغير الاشاره سالب. هسه راح نجي هسه احذف الاربعه هي والصف والعمود مالتها، ايش بقى لي؟ 3 4 5 0. هسه اجي هنا الواحد احذفه هو هاي، ايش بقى لي؟ 2 5 1 0. بعدين ايش بقى لي؟ 2 3 1 4. ارجع طبعا هاي همينة سالب سالب موجب سالب. الان راح نجي نصف نبدي ايضا تقل نقلب الاشارة موجب. هسه ايش بقى لي؟ هسه اخر واحد العفو هسه هذا هذا وهذا، ايش بقى لي؟ 3 5 1 6 سالب. اجي هسه احذف هذا 2 5 4 6. هسه اجي احذف هذا ايش بقى لي؟ 2 3 4 1. حذفت هذا ف 2 3 4 1 وهكذا. هسه شنو؟ يعني أنا ما ضربته في الاثنين أو في الثلاثة أو في هاي، واحد كل وحدة واحد، نسوي مصفوفة من الكوفاكتورز. هنا كنا نضرب الكوفاكتور في ال قلنا عليه اللي هو الماينر إليمنت، الماينر إليمنت بدنا نضربها في الكوفاكتور، لكن هنا بدون أن نضرب في الماينر، فقط نرتب مصفوفة من الكوفاكتورز. الآن نجي 0 ناقص 24 ناقص 24. 0 ناقص 6 في زائد سالب يصير 6. 16 ناقص 1 15. 0 ناقص 20
وهي سالب منها فتصير 20. صفر ناقص 5، 8 ناقص 3 ناقص 5، وعندي إشارة سالبة، لا تنسوني إشارة. بكل صف وعمود تتغير. 18 ناقص 5 13، 12 ناقص 20 8، وعندي إشارة سالبة. 2 ناقص 12 10، وعندي موجبة يعني سالب 10. إذا هسه ايش طلع لي؟ هذا اللي هو السي اللي هو كوفاكتورز. الآن ناخذ الترانسبوز للكوفاكتور، يعني نقلب الصف عمود والعمود صف. نقلب الصف عمود والعمود صف، يعني سالب 24 عفوا 20 13 تصير صف. 6 سالب 5 8 تصير صف، و15 سالب 5 سالب 10. إذا هذا هو الأدجوينت أوف أي، هذا هو الأدجوينت أوف ماتريكس. إذا عرفنا شلون نحل الكوفاكتور، وعرفنا شلون نطلع الأدجوينت، وعرفنا شلون نطلع المين الماينر، وعرفنا شلون نطلع التريس. الماتريكس انفيرس، إذا عندي نان سنجولار ماتريكس يعني الديترمينانت مالتها هو مو صفر، فيعني اكو فد انفيرس اي وسالب واحد، لما اضربها في الاي شو راح تساوي؟ تساوي واحد. فهذا عندي السي ترانسبورس اللي طلعناه، إذا قسمته على الديترمينانت ممكن أحصل على الاي انفيرس. شلون نحسب الديترمينانت مال هذا؟ شلون أحسب الديترمينانت لهذا؟ هذا هو الديتيرمينت، لكن شلون طلعه؟ شلون؟ نرجع على البداية. العفو ثاني. هاي هي الديتيرمينت. مثل ما قلنا ناخذ الماينر. نهدف الصف والعمود واللي يبقى ناخذ واحد واحد من عندهم. فإذا هسه نجي لو نشوف هاي الديتيرمينت مالت هاي الأي، هسه نطلعها. هسه هذا نطلعها، هسه الاي ايش قصها عندي هاي الادجوينت اي. اذا اخذ له الديتيرمينت للاي الاصليه مو هاي، ناخذ الديتيرمينت للاي. هاي عندي الادجوينت مال اي، هاي الاي اللي عندي، هاي الاي خلي امسح هاي اللي عليها حتى عفوا. خلنا نسد هذا وافتحه لأنه صح. نعم الآن هسه نحسب الديتيرمينت شو نقول عليه؟ 2 في من اللي يبقى 1 6 4 0. ناقص 3 فيه هذا وهذا حيروحون 4 6 1 0. ايش هسه 5 زائد 5 فيه ايش كده بقى قلنا 4 1 1 4. نجي نحسبه، واحد في صفر صفر ناقص 24 في 2 ناقص صفر ناقص 6 ناقص 6 في ناقص 3 زائد 18 4 في 4 16 ناقص واحد في واحد 15 في 5 75 زين. يعني في 24 قلنا ايش قد؟
يصير سالب 48 زائد 18 زائد 75 سالب 48 زائد 18 يعني ايش قد تبقى؟ سالب 30. سالب 30 زائد 75 فيطلع الديتيرمينت مالتي 45 مثل ما محلول. اذا عرفت منين جتي هذا الرقم 45؟ زين، حتى احصل على الانفيرس مال فانكشن، انفيرس مال فانكشن الترانسبو هذا اللي طلعناه، هذا طلعناه اللي هو سي تي اللي هو الجوينت اوف تي اي اقسمه على الديتيرمينت مال اي، يعني انا حيكون هذا يساوي الجوينت اي على determinant A. هذا قانون. فإذا أقسم كل عنصر على الخمسة وأربعين determinant اللي عندي adjoint of A، يعني بالامتحان أعطيك A وأقول لك أحسب لي الانفيرس مالها. شلون تحسب الانفيرس؟ شلون تحسب الانفيرس؟ أطلع الأجوينت واقسم على الديتيرمينت. الجوينت شلون اطلعه؟ اطلع الكوفاكتورز واخذ لها ترانسبوز وبعدين ارجع اقسمه على الديتيرمينت يطلع لي الاي انفيرس. هنا من الانفيرس اوف تو اوف في اثنين مثلا. اذا عندي نان سينجولار ماتريكس طبعا، اذا عندي كل اصفاره بس المين دايجونال، فال انفيرس مالها هو مجرد انه أقسم الواحد على المين دايجونال، واحد على عناصر المين دايجونال. يعني هنا أنا عندي كل أصفارة، العفو، بس عندي سالب 0.542، فراح يكون واحد على سالب 0.5 فيصير 2، واحد على 4، واحد على 2، هاي هي الـ A inverse مالتنا. مثل ما قلنا الانفيرس يتوزع، يعني عندي اذا اي سي انفيرس انا اخذ لها سالب واحد الاس يتوزع يكون شلون اذا تتذكرون اخذنا ترانسبوز كانت الاي والبي، اذا قلنا ترانسبوز شو حيساوي لي؟ بي ترانسبوز في اي ترانسبوز نفس الشيء، سالب واحد ايضا المصفوفة الثانية تصير اولى والمصفوفة الاولى تصير ثانية. إذا عندي A C P Q كلها سالب واحد، راح أقول Q سالب واحد P سالب واحد C سالب واحد A سالب واحد. إذا لتويس أجمع عناصر القطر الرئيسي، أريد أحسب الماينر مال هذا الإليمنت يكون حاصل إنه أحذف الكولوم والروز من هذا العنصر وتطلع قيمته إيش قد. شلون أطلع الكوفاكتر؟ الكوفاكتر هو عبارة عن اللي يبقى احذف العنصر كل واحد المصفوفه، اخذ كل مصفوفه كل عنصر احذف الصف والعمود مالته واللي يبقى احطه واللي يبقى احطه لكل عنصر، هذا الكوفاكتر. اريد احسب الديتيرمينت اوف اي، اريد احسب الديتيرمينت اوف اي راح تكون عباره عن كل عنصر اخذه في الكوفاكتر، يعني اخذ الماينر نفسه في الكوفاكتر واجمعهم وبيناتهم جمع طرح زائد ناقص. اريد احسب الادجوينت شلون؟ اطلع الكوفاكتورز فقط مو الديتيرمينت، اطلع الكوفاكتورز بعدين اخذ لها ترانسبوز. عرفنا شلون تصير عندي الاشاره تقلب زائد ناقص. واخر شيء عندي شلون احسب الانفيرس اذا كانت مصفوفه عاديه، مجرد الادجوينت اللي اطلعها اقسمها على الديتيرمينت مال اي اصليه. الديتيرمينت مثل ما قلنا تنظر في الماينر مثل ما قلنا باول مثال. اذا عندي بس ماين دايجونال يعني تكون دايجونال ماتريكس، فالانفيرس هو واحد على كل عنصر بالدايجونال. عندي من الفوائد الماتريسيز انه اني دا احل بها لينير ايكويشنز. فاذا انا ايش عندي؟ عندي هاي اللينير ايكويشن اريد احلها، فارتب مثل ما قلنا المصفوفات وارتب معها الحل.
إذا كانت هذا الطرف بالمعادلات بالإكويشنز 0 فتسمى المعادلات هي أو السيستم هما جينيوس سيستم. إذا كانت غير صفارة مو صفارة فتسمى مثل ما قلنا تسمى not homogeneous homogeneous system. not homogeneous system. فراح اسوي الديفينيشن مال ماتريكس مالتيبليكيشن انه انا ايش عندي اسوي اللينير او المات او الايكويشن بالفورم اوف ax يساوي لي b ax يساوي b ax يساوي لي b. فاذا ها هي احط الكوفيشنت مال المعادله واحط الاكس والبي. اذا حطيت البي مع الماتريكس في نفس المصفوفه يعني في نفس مع الايكويشن في نفس المصفوفه فراح اسميه argumented matrix of system 1 او الماتريكس. يعني من نقول we argumented the matrix يعني شنو معناها؟ اني دا اسوي له argumentation. راح نجي الى اول limitation مالت هو طريقه لحل المعادلات هي الجوس elimination method. Gauss elimination method راح نقدر نختصرها او العفو نحل بهذه الطريقه. هاي جدا عندي سهل المعادله انا ممكن هاي ما احلها بالجوس راسا احلها بشنو بال العفو هاي شلون احلها؟ احلها بالباك سيتويشن. يعني انا عندي ناني اكس 1 واكس 2 وعندي بس هنا اكس 2 ممكن اطلع الاكس 2 اعوضها هنا اطلع الاكس 1. يعني هنا اكس 2 شو راح يساوي لي؟ العفو سالب 26 على 13 ويساوي لي سالب 2. ارجع اعوض السالب 2 هنا فراح يصير 2 اكس 1 ناقص 10 يساوي 2. ف 2 اكس 1 يساوي 2 زائد احنا قلنا سالب 2 مو؟ فاذا سالب 2 في 5 ايش قد؟ سالب 10 راح تجي هنا العفو 2 اكس 1 يساوي 2 ناقص 5 في اكس 2 اللي طلعناه سالب 2 فهيساوي 2 ناقص 5 في ناقص 2 يصير ناقص 10 يصير عفوا زائد 10 فتصير 12. اكس 1 ايش قد؟ 12 على 2 وتساوي لي 6. هاي تسمىها باك سيتويشن العفو باك سبستيتيوشن. باك سبستيتيوشن يعني دا اعوض تعويض خلفي تعويض خلفي فدا ابدي من الاكس 2 اعوضها بالمعادله واطلع اكس 1. هسه اذا عندي الاكس 1 والاكس 2 اثنيناتهم مجاهيل اذا اول شيء اسوي argumented matrix وبعدين اشوف شلون ايضا احلها بانه اسوي elimination لكل x اسوي elimination لكل x. فهذا هو الجوس elimination method. هذا هو الجوس العفو الجوس elimination method اللي هو اغير الكولومز والروز احطها اصفطها بعدين احاول انه اسوي عمليه elimination للx1 بعدين elimination للx2 وهكذا. الان بالامثله شويه راح تبين عندك احسن. اذا راح ناخذ هذا المثال اللي هو الكتريكال سيركت عندي. هاي اللوبات حسب كيرشوف كارنت لو والكيرشوف فولتج لو. فعندي هاي هي المعادلات هذا هو التيار اي. فالنود بي اللي هي هاي التيار جايها اي 1 طالع منها ناقص اي 2 وجايها اي 3 هذا هو أول معادلة. نود كيو نود كيو طالعة منها سالب اي 1 وسالب اي 3 وجايتها منه زائد اي 2 وهذا هو رايت لوب والليفت لوب. إذا إيش عندي؟ عندي هنا أربع معادلات. عندي أربع معادلات أريد أطلع من عندها اي 1 اي 2 اي 3 شلون راح أطلعها؟ أول شيء أحول المعادلات ذات x و y احول المعادلات ذات x و y يعني راح تصير هنا x1 ناقص x2 زائد x3 ناقص x1 زائد x2 ناقص x3 10 x2 زائد 25 x3
عشرين اكس 1 زائد 10 اكس 2 تساوي 80. هاي صفطناها، نسويها مصفوفة. اهم شيء هسه احنا شو هنسويها؟ مصفوفة، ما هنسويها مصفوفة مع السوليوشن مالتها. اذا هنا ليش عندي واحد سالب واحد واحد صفر، حياته واحد سالب واحد واحد، ونحط هذا الحد الفاصل، يعني هذا هو المعادلة السوليوشن، العفو مو سوليوشن، السايد الثاني اللي هو مو صفر، وإذا صفر فصير المعادلة أو السيستم هوموجينيوس. نعم، إذا هسه نجي إلى اللوب الثاني، سالب واحد واحد سالب واحد أيضا صفر. صفر عشرة خمسة وعشرين وتسعين للطرف الأخ، وآخر شيء عشرين بعشرة صفر، لأن هذا شنو؟ هذا هسه إحنا بدنا نسلسلها، إنه تكون لازم نسلسلها بحيث إنه شو يكون I1 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 I2 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 I3 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 وهكذا. هسه راح نجي إلى نسوي أول شيء إليمينيشن. أنا شنو إليمينيشن؟ إنه أحاول أتخلص من الـ X1، انه اصفره حتى يبقى لي منه x2 x3، بعدين اتخلص من الx2 حتى شو يبقى لي x3، اطلع الx3 ارجع اعوضها واطلع الx2 والx1. هيك هاي الفكره مال الجوس اليمينيشن. اذا اني من حطيت السوليوشن، عفوا الطرف الثاني من المعادله الحال مالتها وحطيتها بنفس الطرف، حطيت بيناتهم هذا الفاصل، هاي تسموها argumented matrix، argumented matrix. هذا راح اسميه pivot 1. هسه احنا حولناها بعبدات الاكس، x1 ناقص x2. هسه راح نجي اريد اتخلص من الاكس 1، اريد اتخلص. طبعا انا وين اتخلص؟ ابدي من ثاني شيء، ما اتخلص من اول واحد، ابدي من الجوة. اذا شلون اتخلص من هذا الاكس 1؟ يعني شلون اصفره؟ هسه اذا انه طبعا كلها تتم عن طريق جمع، إذا جمعت هذا هسه سالب x1 و x1، إذا شنو راح يصفوا إذا جمعتهم؟ إذا شو راح أقول؟ أول شيء الليميتيشن اللي عندي إنه أقول هذا R2، راح أسميه R2 أو رو 2، رو 2 زائد رو 1، رو 2 زائد رو 1، حياته رو 2 زائد رو 1، شو راح يكون عندي؟ صفر. هسه راح عندي هذا وراح هذا، ايش بقالي؟ كلهم راحوا. اذا ايش عندي؟ يعني هذا، هذا طبعا باقي، هذا ما لعبنا به، احنا باقي ثابت، هذا الثاني اللي صفرناه. راح نجي هسه نشتغل على اكس اللخه، لان انا اريد اخلص من كل الاكس اللي عندي، يعني باقي بس وحده اخلص من الاكسات الجوة. اذا هسه راح نجي، هسه منو صار عندي البايفوت؟ هسه ارتب المعادلة، انزل الصفر اخير شيء، العفو قبلها، هسه خلصت من اول اكس، هسه راح نجي هاي عندي، شلون اخلص منها؟ هاي هاي ما يدخل بيها، هسه انا شغل بهاي، هسه هذا شنو؟ هذا ماكو. راح ندور نسوي هسه إليمينيشن لهذا. هسه هذا شو أسوي له؟ الرو أربعة هذا، طبعاً أنا دا شغله هنا له. إذا لازم هذا أصفه، شلون أصفه؟ ناقص عشرين إكس 1، مو صح؟ عشرين إكس 1، حتى أصفه أقول ناقص عشرين إكس 1. ناقص 20 x1 صفر لي هذا. اذا طبعا انا من اضرب اضرب كل الصف لازم. اذا ناقص 20 x1 ناقص 20 x2 هنا يصير عندي. وهنا يصير عندي 20 x3. اذا هسه ايش عندي هذا؟ رو 4 ناقص 20 رو 1. ناقص 20 و 1 حياته. صفر 30 صار وسالب 20، سالب 20
لان اني شنو هذا هذا ناقص 20 اكس 1 20 ناقص 20 صار صفر عشوائي اكس عشوائي اكس ناقص 20 اكس هذا زائد صفر ناقص 20 اكس فطلعت لي هاي النتيجة فطلعت لي هاي النتيجة حاجة أعيدها بصورة سريعة أني أسوي الجوس إليمينيشن ميثود أنه أني أسوي إليمينيشن للإكس 1 بعدين أسوي إليمينيشن للإكس 2 بعدين أسوي عملية الجمع هسا أول شيء أريد أسوي إليمينيشن باعوا وياتها إليمينيشن أوف إكس 1 فدائما أول صف شو راح أقول عليه البايفت رو العفو هذا بايفت رو اللي هو أول صف وأول إكويشن هي تسمى بايفت equation زين أنا نجي على السطر الثاني لازم أصفر الإكس اللي بي شلون أصفره هنا إذا طبعا إذا كان ناقص 2 إكس 1 مثلا أجعمل أحاول أنه أجمعه ويا فتشي أو أضيف له معامل على مود يصفر بما أنه هنا ماكو شيء فإذا وأسد أجمع R2 زائد R1 R2 زائد R1 وتساوي إيش قد؟ كل واحد طبعا لازم فهنا سالب x1 زائد هذا صفر هذا ايضا صفر هذا صفر اذا كلها صارت صفر زين هسه راح نجي الى الجزء الاخر زين هسه 20 x1 شلون اخليها تصير صفر هم انا اقولها ناقص 20 x1 اسويها ويا سالب 20 اجمعها ويا سالب 20 x1 مو صحيح زين زين سالب 20 اكس 1 اني على مود احصل طبعا احنا لازم تكون شنو الرو اللي عندي الصف يكون له ريليتد ويا الصف الاخر يكون ريليتد ويا صف اخر من نلعب به هذا الصف اللي احنا سويناه اصلا هو صفه من نلعب به نروح على هذا اذا هسه شو نقول ناقص 20 هذا الصف ناقص 20 هذا الصف واضح؟ أنا مو خبر بس أقول ناقص 20 إكس ما يصير لازم أكون ريليتد بي هذا إن شاء الله راح ناخذها محاضرة أخرى هذا يسمونه عملية رو فكتورز تكون إنديبندنت إنديبندنتلي رو فكتورز يعني تكون وحدة معتمدة على الأخرى من الهاي فهنا أنا عندي هذا لازم ناقص 20 رو 3 ناقص 20 رو 3 فإذا راح تصير 20 x1 ناقص 20 هاي 10 x ناقص 20 في 10 شو ايش قد تطلع ناقص نعم المهم هسه نرجع على هاي نعم هيات مثل ما قلنا باعوها هنا رو 4 ناقص 20 اخذها على السطر الاول احنا ممكن ناخذها على هذا السطر بس هو اخذها ليش على السطر الاول لان بي اكس لان بي الاكس اذا اشتغل على البايفت 1 اثنيناتهم اشتغل على الاولى نعم ممكن احنا ناخذ على هاي لكن شنو هاي اكس 2 ما بي العفو اكس 1 ما بيها فما ناخذ عليها نعم ار 4 اللي هو هاي ناقص مثل ما قلنا 20 ار 1 هسه راح نجي 20 ناقص 20 هاي 10 ناقص 20 ناقص 20 في سالب واحد يعني تصير زائد 20 فتصير 30 ناقص 20 اكس 3 حياته هاي المعادلة اللي بقت عندي هسه راح اغير بالمعادلات راح انزل الصفر اللي جوا افتهمتوا ليش اخذنا ال R1 انا العفو غلطت ليش اخذنا ال R1 العفو ال R1 لانه بها اكس 1 الرو الثالثة ما بها x1 فاحنا نرجع على الأصلية هي تكون البايفوت هسه خلصنا بالنسبة لx1 حليناها يعني انه elimination سوينا له بقينا بس الأول هسه راح نسوي elimination للx2 نخلص من همينة انه على مود نبقي بس x3 حتى نقدر نحل المعادلة ايضا راح نختار انه بايفوت شوفوا الصفر المعادلة هنا وارجعها بالأخير
ايضا راح نختار لنا البايفوت عشوائي. هسه هاي شلون نحلها؟ انتوا لو المحاضره اونلاين كان انا سالتكم. نعم هسه عشوائي اكس 2 زائد احنا نريد هسه شو نسوي؟ نريد الليميت هاي. هاي هي اللي نريدها زائد 30 اكس 2 وهاي عشوائي، يعني ثلاث مرات بكتها، يعني كانه في ثلاثه. اذا ناقص هاي اللي هي نقول عليها R3 ناقص 3 R2، نترك أول معادلة بعد خدناها إحنا. فش قد راح تساوي لي؟ R3 30 X2 ناقص 30 X2 صارت شنو؟ هاي هسا هاي بقيناها، هسا هاي إيش قد صارت؟ صفر ناقص 20. هسا راح نجي هسا R3 هاي أول وحدة صفر، هسا ناقص 20 X3 ناقص 3 في 75 قد طلعت لي؟ نعم حياته ناقص 95. هسا 3 في 25 ايش قد؟ 75 ناقص 20 ناقص 3 في R2 اللي هي سالب 20، فسالب وسالب فتصير سالب ايش قد؟ 95. احنا سالب 3 في العفو سالب 20 x 3 في سالب 3 طلعنا. نعم هسه احنا ايش سوينا؟ 30 x 2 وياي عيد شوية، هي يعني شوية بها مو صعوبة وإنما فكرة شلون تقدر تسوي eliminate. الآن 30 x 2 أريد أسويها elimination، فلازم أضرب هاي في ايش قد؟ في سالب 3، في سالب 3. زين طبعا هاي تبقى نفسها بقى عوياتها صفر 10 25. زين 30 x 2 ناقص 20 x 3 مو صحيح، هسه تصير ناقص 30 x 2 هيجي نسوي عملية معادلة ناقص 3 في 75 3 العفو في 25 يعني 75 صحيح، فيصير ناقص 95 يعني نجمعها جمع عادي يعني 30 x2 ننزلها ناقص 20 x3 هاي واضحة، هاي منو؟ R3. هسه العفو ناقص 3 في R2 يعني 30 X تربيع، طبعا الناقص يتوزع فيصير ناقص 3 في 25 75 X تكعيب، ف 30 ويا هاي تروح تبقى لنا ناقص 95 x3 يعني 95 بالمصفوفة مضبوط. هاي 80 ايضا هنا طبعا ناخذها جزء جزء هي، ف80 ناقص 3 في 270 في 90 يعني ماينص 190 مضبوط. اذا ناخذ المعادلة كاملة اكويشن كلها وننقصها او طبعا نجمعها حسب انه البايفت والاليمينيشن اللي عندي. هسه من هنا هسه ايش قد صارت عندي؟ هسه صارت عندي x3 اقدر اطلعها منها، x3 هنا ايش قد تساوي لي؟ 190 سالب على سالب 95 طلعني x3، راح نروح نعوضها هنا مو صحيح؟ راح نطلع x2 طلعني x2 وعندي x3 راح اقدر اطلع لي x1، هو هذا الحل مالتي يعني اطلع x1 x2 x3، فهي هاي اللي تسمى باك سبستيوشن بطريقه الجوش الجوس جوس اليمينيشن. طبعا جوس اليمينيشن هو اسم العالم جوس اليمينيشن. هسه نريد نحل هاي المثال، نحل هذا المثال
عندي هذا المثال واريد اسوي له ايضا جوس اليمينيشن، اريد احل الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. هنا ايش سوى؟ هنا يحاول انه يحط المين دياجونال هو بس هو اللي موجود، المين دياجونال هو اللي موجود ويصفر البقيه. المين دياجونال هو الموجود ويصفر البقيه. تحبون تحلون بهاي الطريقه او نبقى على الطريقه ذيك؟ خلينا نبقى على الطريقه ذيك ونشوف شلون نحل الامثله هاي. هسه راح نجي الى هذا المثال، ارجو الانتباه عليه جدا مهم. هسه x1 زائد 2x2 اذا نسوي augmented matrix 1 2 سالب 1 3 4 2 1 4 3 وحطينا فاصله 1 سالب 2 3. هسه هاي شو سما؟ augmented. الان راح نجي اول شيء نقول هاي هي البايفوت. اول شيء احنا نسوي elimination المنو للاكس 1، يعني نسوي اول عنصر. هسه شلون اسوي؟ عندي واحد وعندي ثلاثه، لازم اصفر هذا، هذا هو الاليمينيت. زين هسه هذا شلون اصفره؟ لازم يكون هنا شوفوا منقسم على سالب 2. هاي احنا كيفكم تريدون هاي الطريقه؟ تريدون انه نتبع الطريقه الاولى اللي اشتغلنا عليها. فإذا هسه راح نجي ثلاثة عندي وعندي الواحد، شلون أصفوا الثلاثة؟ إذا أقول عليها هاي R2 وحرمز لها، هاي R2 ناقص ثلاثة R1، ثلاثة لأن هاي عندي واحد فإذا ضربها في ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة R1، إيش قد راح يطلع الناتج؟ ثلاثة R1، خلينا نشوف بس أول سطرين لتطبعون السطر الثالث. هسه راح نجي، هذا صار صفر، هذا شنو صار؟ أربعة ناقص ثلاثة في اثنين ستة، أربعة ناقص عفوا ناقص اثنين، أربعة ناقص ثلاثة في اثنين ناقص ستة، أربعة ناقص ستة ناقص اثنين، اثنين ناقص ناقص ثلاثة فصار عندي ايش قد؟ خمسة. هاي حصلنا على أول شيء، نقدر نحطها هنا ليمها. هاي شنو؟ راح نقدر نكتبها على نكتب هنا أحسن إكس 1 لا عفوا زائد 2x2 باقية ناقص x3 يساوي 1. هسه هاي صارت صفر، إذا سالب 2x2 زائد 5x3 يساوي لي منين جاد سالب 2 ناقص ناقص 2 في 1 عفوا ناقص 3 في 1 فيكون 5 ناقص 5. هسه شنو؟ خلصنا من x2. هسه راح نجي اذا اليمينيت الصف الثالث، ما خلصنا من x2 اللي من x1 العفو. هذا راسا هذا ناقص هذا معو بتساوي اذا r3 ناقص r1، r3 ناقص r1 العفو هنا ترى هذا واحد وليس اثنين، هذا هو من المصدر بس هو المفروض واحد. إذا هسه راح نجي نقول R3 ناقص R1، إذا هذا راح صفر، إيش بقى لي؟ 4 ناقص 2 أيضا 2 X2 3 ناقص 1 زائد 2 X3 3 ناقص 1 2. خلصنا هاي المعادلة، خلصنا الـ X1. هسه إيش عندي؟ عندي الـ X2. هسه منو عندي بايفوت؟ هذه هسه اليمينيت للاكس 2 2x2 وهاي سالب x2 كل السهل مجرد جمع عادي، هاي زائد هاي ما يحتاج لا اضيف معامل ولا شيء. اذا هسه اقول هاي r3 زائد r2، r3 زائد r2 اذا تبقى المعادله الاولى x1 زائدا 2x2 ناقص x3، ايش بقت لنا؟ 3 x3 يساوي 2 العفو
اتنين ناقص خمسة يعني ناقص، عفوا زائد، هو قلنا اذا اثنين زائد خمسة هذا ناقص، اذا اثنين ناقص خمسة ايش قد؟ ناقص ثلاثة. اكو خطأ بالتعويض يمكن، لانه ارجع له R2 ناقص قلنا 3 R1 واحد، 4 ناقص 6 وبقى ناقص 2، 2 ناقص 3 ناقص 3 فصارت 5، وهاي أيضا سالب 5. الآن R3 ناقص R1، 4 ناقص 2 2 X2، 3 ناقص ناقص 1 فهاي 4 X3، هذا الغلط نعم، 3 ناقص ناقص 1 فهذا حيكون 4 نعم، يساوي لي 3 ناقص 1 هذا يساوي لي 2 مضبوط. الآن راح نجي قلنا هاي نجمعهم، 5 ناقص 4 فيساوي X3 مضبوط صح، ويساوي لي سالب 3، فالX3 يساوي لي سالب ثلث مثل ما طلع هنا. وكذلك نرجع نعوض السالب ثلث ونطلع الـ X2، ونرجع نعوض الـ X2 ونطلع الـ X1، نطلع الـ X1. الآن إذا ملخص الحديث، أبدي أول شيء بالمعادلة الأولى أحطها بايفوت، أبدي المعادلة الثانية أحاول أصفو الـ X1، أحاول أن أوصلها بس أضرب المعادلة ترى كاملة، بعدين إذا عندي معادلة ثالثة أيضا نفس الشيء، أحاول أصفو أول X، بعدين شنو بقت الـ X2 X3، أخذ المعادلة الثانية اللي بها الـ X2 أول واحدة اشتغلنا عليها وسميناها بايفوت، هسه أخذ الثانية أيضا بايفوت ونفس العملية. هاي شوية العملية معقدة ما راح أعلمكم عليها، هاي راح نتعلم على اللي أنا أعطيتكم إياها هسه، هذا الجروس إليمينيشن ميثود، هذا هاي كلش مهمة، هاي كلش مهمة، هاي هي اللي راح نعتمد عليها. في بعض الأحيان يطلع لنا حل، في بعض الأحيان توقف المعادلة يعني عندي ماكو حل، في بعض الأحيان يطلع لي كوما حلول، هاي تعتمد على rank of the matrix، الرانك اوف ماتريكس، هاي بعدين ان شاء الله راح نتطرق لها الرانك. مثال اخر، لو نجي لهذا المثال ايضا، 2 1 هياته 2 سالب 1 7، 4 2 2 3 1 3 وهذا 1 زين، هذا هو قسم هاي ماينا دخل. المهم نريد هسه نجي هذا بايفوت سوينا، خلينا نكتب المعادلة هسه، هذا من عندي البايفوت مو زين، اريد اخلص من هذه eliminate x1، اذا 4 x1 لازم شو اسوي؟ اضرب هاي اللي وراه في 2 وانقص على مود اصفوا ذولا، اذا زين هسه راح نجي اذا هذه ناقص 2 في هاي، اذا القصه صارت عندي 0 هاي 2 ناقص ناقص 2 في هاي فتصير 4 نعم، 2 ناقص 2 في 14 فيصير ناقص 12، 5 ناقص 2 في 2 فيصير 1، هاي خلصناها. هسه راح نجي ايضا هذا شلون نقول 3 لازم ناقص 2 على 3، العفو 3 شلون نحول 2 الى 3، نقول 3 ناقص 1.5 في 2 نضربها ايضا، اذا 3 ناقص 1.5 في 2 ايش قد؟ ايضا 0 صارت 3، عفوا 1 ناقص نص في 1، إذا نص في 1 هو نص، و 3 في، عفوا 3 ناقص 1.5 في 7 يطلع 3.5، 1.5 في 7 إيه 3.5. واثنين ناقص نص في اثنين
اثنين ناقص يعني واحد، فيطلع لي واحد. هسا هاي شنو طلعت عندي؟ هسا راح نجي الى الاكس 1، هسا راح نجي الى الاكس 2، ايضا نسوي لها elimination. راح نوصل مجال انه بعد ماكو تصفر المعادله ويصير عندي ماكو حل، تصير عندي ماكو حل، ماكو solution. هاي حاله يقول لك هذه rank، الرانك اللي هي انه الرانك للاي يعني شنو؟ النمبر اوف نون زيرو اليمنتس، يعني ما بيها زيرو اليمنتس، ما بيها اندبندنت اوس. هاي شويه بعدين راح نتطرق لها ان شاء الله. المهم اريد تفهمون الفكره مال هذه الميثود اللي هي elimination. اول شيء احط اول معادله بايفت، ثاني شيء ثاني معادله elimination x1 من عندها، وثالث معادلة بعدين elimination x1 من عندها. بعدين اللي تبقى لي يصير اول معادلة اعرفها، المعادلة الثانية هي يصير pivot، ايضا اسوي elimination ذات ال x2. شو يبقى لي بهذه الحالة؟ ال x3. ال x3 اطلعها اعوضها بال x2، ال x2 اطلعها اعوضها بال x1 المعادلة الاولى. هاي محاضرة اليوم ان شاء الله انتهت، نكون وصلنا الى هاي ال، ان شاء الله هذا هوم ورك احط لكم اياه. انا ان شاء الله المحاضره الجايه راح ابدي مباشره اللينير اندبندنس والديبندنس اوف فيكتورز، بعد ما اعيد هذا الموضوع، ما اعيد هذا الموضوع. بس اريد اعطيكم ملاحظه على هاي، لما احل هاي الحاله مثلا شوفوها، شوفوا المعادله اللي طلعت عندي شنو؟ طلعت عندي وما سويت الإليمينيشن بذات الـ X1، هسا كانت ايش تطلع لي؟ أول شيء كان عندي X1، X2، X3، مو صحيح؟ وبعدين لما أسوي إليمينيشن تطلع لي X2، X3، وبعدين يطلع عندي X3. فهاي، هاي الحالة طلعت ايش عندي هنا؟ لو نجي هنا نشوف طلعت عندي X1 و X3، طلعت عندي هنا X2 و X3. هنا توقف عندي الحالة، هنا عندي توقف. هاي تسمى الرانك مال A هي 2 والرانك مال A B هم 2، صار عندي تساوي بالرانك، فأكو عندها هواية حلول. فبهالحالة أنا شو راح أسوي؟ راح أقول راح أرمز لل X1 C، فثابت C، فراح يكون X1 C، فراح يكون هي هذا x1، راح اقول عليه هنا c ناقص 17 x3 يساوي لي سالب 1. فال c اجمع c بجهه وال x3 بجهه، فيكون فال x3 c زائد 1 على 17. طلع ال x3 أو هعوضها بال X2 بهاي المعادلة، تطلع لي X2 زائد 7 في C زائد 1 على 17 و هياتها X2 X1 C X3 طلعناها منا، بعدين أرجع أعوضها هنا X2 هنا هاي جاية منين؟ x2 زائد 7 في x3 اللي هي c زائد 1 على 17 يساوي لي 1. x2 زائد بعدين اجيب ال x2 بقي هنا، فتكون 1 ناقص 7 في c زائد 1 هياته، تطلع لي هاي. أي بس حبيت أوضح لكم منين جتي. إذا أنا أحل بعض الأحيان وأسن يطلع الحل X1 X2 X3، بعدين أكو حالة ثانية يوقف الحل، هو يوقف يعني. حالة ثالثة اللي هي مثل عندي هاي، يطلع لي عامو واحد إكويشن بي X1 و X2، إكويشن الآخر بي X2 X3، يعني ما متساوين، مو متساوين. بهالحالة يا واحد بي X1 X2، واحد بي العفو واحد بي X1 X3، واحد بي X2 X3.
او واحد بي، واحد بي اكس 1 اكس 2، ولا اخ بي اكس 2 اكس 3، يعني شنو ما مترابط. فبهالحاله arbitrary يكون لها arbitrary solutions. فناخذ لا على التعيين. Number of arbitrary هاي one cat، قلنا one cat هسه حاليا نعرفها. اذا راح امز الاكس 1 سي، اكس 2 يكون بدايه السي، والاكس 2 الاكس 3 ايضا بدايه السي. مثل ما قلت لكم ان شاء الله وصلنا الى هاي المحاضره اللي هي linear independence and dependence of vectors، صفحه 21 بال بي دي اف chapter 3. هاي المحاضره مطلوبه وتوقعوا امتحان. شكرا جزيلا.